السلام عليكم أصدقائي وأهلا فيكم فيديو جديد. أصدقائي بهذا الفيديو إن شاء الله رح نعرف الأجور التي تدفع في مسلسل باب الحارة. طبعا أصدقائي الأجور اللي حتسمعوها بعد شوي هي أجار الجزء كامل، يعني جزء كامل 30 حلقة أجاره هالقدر اللي رح أحكيه بعد شوي. يعني ما تفكروا أنه هذا هي أجار أسبوعي أو شهري أصدقائي، أجار كامل الشهر عفوا كامل الجزء رح يكون هالقدر. أصدقائي بس بدي أحكي شيء مهم قبل ما نبلش، إنه كل جزء من مسلسل باب الحارة بياكل شغل معه شغل تصوير حوالي سنة كاملة. يعني الأجور اللي رح تسمعوها هي أجار سنة كاملة شغل بمسلسل باب الحارة. وطبعا يا أصدقائي الأرقام اللي رح أعرضها هلأ كلها موثقة وحقيقية ومصدرة من موقع اسمه سما الفن، يعني موقع كبير ومعروف أصدقائي، فهو نشر القائمة من جديد وأنا حبيت أعرضها عندي بالقناة إن شاء الله تنال إعجابكم أصدقائي. المهم يا صديقي أتمنى من كل شخص عم يتابعني يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ويحط لايك الفيديو، ويلا يا أصدقائي مع بعض على الفيديو. وبسم الله يا أصدقائي نبلش. طبعا يا أصدقائي رح نبلش من أقل أجر للأعلى أجر، فهمت علي؟ رح يكون تصاعدي من أقل للأعلى. بسم الله أصدقائي نبلش. وعنا يا أصدقائي أقل أجر بالقائمة الفنانة إمارات رزق التي قامت بدور خيرية وتقاطت على دورها 200,000 دولار. ارتجال الشام، وهالزلمة صار له متجوز أكثر من 7 سنين، واختي ما كان يجي لا ولد ولا تلت. والممثل التالي أصدقائي جمال العلي الذي قام بدور تنكة والتقاضى على دوره أيضا 200,000 دولار. يا خال شوي يا خال خالي يا خال علينا شو بنا بشوكات رجعنا لنفس السيرة لك سيرة شو لك يخرب بيتك. والفنانة التالي أصدقائي شكرًا مرتجى التي تقاضت على دورها 230,000 دولار. أبو بدر أنا ما قلت لك كل هالقد ما قلتيني مشان تخاف مني فوزيتي روح أنا لعبك خلتي عبدك عونية أبو بدر. والفنان التالي أصدقائي محمد خير الجراح الذي قام بدور أبو بدر وتقاضى على دوره 250,000 دولار. من على الكرسي وزك كانت جديدة وما بتعرف طبعي، أنت ما بتعرفي طبعي وزك أنت حبلي ها أنا ما عندي نسوان تعبان تعمل بشغلة روحي عونية يلا مو على. والفنان التالي زهير رمضان الذي قام بدور أبو جودة وتقاضى على دوره 250,000 دولار. يوم المراجل علي أبو بطيخ أبو بدر الله يسامحه بيجي لعندك قل له بدي اشتيك لعمه معتز مني. والفنان التالي مصطفى الخاني الذي قام بدور النمس وتقاضى على عمله 300,000 دولار. انا قررت ارجع لكار ابي وجدي وياك بدي اشتغل حلاق الاستديو بيقول المثال الكار مو كارك يخرب ديارك يخرب ديارك ودارك. والفنان التالي علي كريم الذي قام بدور ابو النار وتقاضى على دوره 300,000 دولار ايضا. السلام عليكم. والفنانة التالية هدى شعراوي التي قامت بدور ام زكي وتقاضت على دورها 330,000 دولار. ومرفوع لفوق رفع، أما الحبل البني بتبقى مدورة كلها تدوير وخواصرة محشيين حشي. إيه دخيلك أنا لما كنت. والفنانة التالية كندة حنة التي قامت بدور سارة وتقاضت على دورها أيضا 330,000 دولار. والفنان التالي ميلاد يوسف الذي قام بدور حصام وتقاضى على عمله 400,000 دولار. ايه هيني ضوبة لنار لعيوب ابو شوكة انا هاتي ست لطفية هاتي يخرب بيتي شو عيدي عيدي. والفنانة التالية صباح جزائري التي قامت بدور ام عصام وتقاضت على دورها ايضا 400,000 دولار. بنتي دلال كان بطني مدور تدوير ومثل الطابة الله يصلحك يا عمزكي انت ما بتجادلي بنوب نوم. والفنان التالي ايمن زيدان وتقاضى مقابل عمله 450,000 دولار. شو بك لك بنتي ليش مصفرة هيك خستك شيء شيء تعباني روحي ارتاحي يا عمي وبعدين بترجعي لشغلك. لا. والفنان التالي الشاب وائل شرف الذي قام بدور معتز وتقاضى على عمله 500,000 دولار، يعني نص مليون دولار. بس قرطته محننه وبده يطاول عليك قل لي لشوف
ليش رفعته فلقة؟ كركرني أبو جودة لا تضحك. والفنان التالي عباس النوري الذي قام بدور أب عصام وتقاضى مقابل عمله أيضا نصف مليون دولار، يعني 500,000 دولار. وهيك يا أصدقائي وصلنا لآخر مقطع، أتمنى يا أخوتي المقطع يكون نال إعجابكم. طبعا أصدقائي هذول مو كل الممثلين اللي قاموا بمسلسل باب الحارة، طبعا هن كتير كتار، ما بحسن يعني أحطهم كلهم بحلقة واحدة. إذا عجبكم الفيديو أصدقائي بدكم منه جزء تاني حطوا لايك للفيديو، وأشوفكم أصدقائي في فيديو جديد. سلام.